احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة يسوع الملك في المصدار بتجديد الوعد الكشفي لأعضاء المجموعة ومرور 65 عاماً على تأسيسها برعاية مدير جمعية كاريتاس الأردنية وائل سليمان وبحضور الأب عدنان بدر راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والراهبات والشخصيات وجموع المؤمنين. من هذا الصرح الكبير الرائع وأمام رعية تنحني لها الرؤوس احتراماً لخدمة دامت أكثر من 100 عام وأمام كشافة المصدار صاحبة التاريخ المشرف لنرسل معاً رسالة نحو حياة كشفية روحية مليئة بشغف لتغيير الواقع نحو حياة كشفية لبناء الإنسان روحياً وإنسانياً. وتم خلال الاحتفال تقديم عدد من الفقرات والمقطوعات الموسيقية. وجودنا اليوم هو فخر لنا انه هالمسيرة اللي بلشت قبل 65 سنة لم تتوقف. في المجموعة عندنا ما يزيد عن 200 عضو، وهذا الشيء بكافة فئات المجموعات الكشفية. ايضا في عندنا تواصل مع اللجان المحلية وخصوصا القضايا الأمنية اللي بتختص ايضا برعاية والاهتمام بالجوانب الخدماتية لمنطقة عمان تحديدا. هذا الجيل اللي احنا فعلا عم بحمل رؤية واضحة، رؤية فيها نوع من التغيير والتغيير إيجابي نحو مستقبل أفضل بروح الشباب اللي عم نشوفه بالمجتمع اليوم. هذا الجيل اليوم من آمن وبحمل رسالة، وهذه الرسالة تقود إلى هدف، وهذا الهدف بتحقق خطوة بعد خطوة من خلال فعلا هالشباب وهالصبايا اللي عم تنزرع فيهم روح الثقافة وروح المسؤولية وروح التغيير الإيجابي. اشتغلوا كتير الشباب، تعبوا وحضروا، يعطيهم العافية. شكرا طبعا لكل الحضور، من كهنة، من راعي حفلنا السيد وائل سليمان، كاريتاس، طبعا عمل كاريتاس في الوطن عمل رائع وضخم. وطبعا بشكركم انتو نور سات على تغطيتكم لكل الاحداث المهمه اللي عم بتصير عندنا في الاردن. اتمنى السنوات الجاي تشهد على سنين اكثر لمجموعتنا، وان شاء الله بنحتفل بالمئة عام مع بعض وبوجودكم معنا. وكمان مره بشكركم، وان شاء الله بضلكم رافقيننا سنه ورا سنه. كما احتفلت ايضا مجموعه كشافه ومرشدات دير اللاتين في الزرقاء بتجديد الوعد الكشفي واطلاق شعار لنجعل المستحيل ممكنا، وذلك خلال القداس الالهي الذي تراسه المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الاردن بحضور الاب طارق حجازين كاهن الرعيه والاب ابراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات اللاتين في الأردن والراهبات وجموع من أبناء الرعية في المحافظة. أيها الأعزاء، إني كل ثقة بأن كل فرد من أفراد مجموعتنا يثلج صدر أهله وأقربائه، وهو مصدر فخر لهم واعتزازا بهم بما يقدمه من تميز، وخصوصا عند ارتدائه الزي الكشفي. أعزائي القادة والأفراد المجموعة الغالية، لنجعل المستحيل ممكنا، أنتم أيهم الجنود من تملكون القوة التي تجعل حياتكم حرة وجميلة وتجعل الحياة مغامرة وتحدي. دعونا نستخدم هذه القوة لنتحد جميعا ولنعمل من أجل عالم جديد يعطي لنا الفرصة الحقيقية لمنح مستقبلنا الأمن والسلام. وفي كلمة للأب حجازين رحب فيها بسيادة المطران وهنأ أعضاء الكشافة بتجديد الوعد الكشفي. وتحدث المطران اللحام في عظته للشباب قائلا: إن الإنسان في عمر الشباب يحلم بالأبطال وبالأشخاص، إن يسوع المسيح هو ملكنا نحن المؤمنين به، ملك عائلاتنا وقلوبنا، ملك على الشباب وعلى الحركة الكشفية.